السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني الإخلاص في النية والتوفيق والسداد في القول والعمل. تطرقنا في المحاضرة السابقة لأهم عناصر وخصائص الباوربوينت المستعملة في إنجاز العروض التقديمية والألعاب التعليمية، وسنشرع اليوم بإذن الله تعالى في محور جديد وهو إنتاج أو تصميم الألعاب التعليمية، وتكون البداية. هل الصورة واضحة؟ وستكون كما قلت البداية بعرض خطوات إنتاج اللعب، يعني المراحل بالتدقيق، يعني الخطوات الواجب اتباعها عند إنتاج اللعبة. يعني كنا تحدثنا على بعض العناصر منها، ولكن الآن بشيء من التفصيل. إذن الخطوات الواجب اتباعها، يعني هي 3 خطوات أساسية في عملية الإنتاج. وتبدأ أولاً، كنا ذكرنا اختيار الخلفية التي تناسب الموضوع، بعد ذلك وضع العناصر على الشريحة، ثم نقوم بتسمية العناصر التي ستطبق عليها الحركات، ثم نكمل تنسيق الأشكال والكتابة، بعد ذلك نبرمج الحركات بالترتيب، نضيف المشغلات أي التريجر، كنا تحدثنا عنهم في المحاضرة السابقة أيضا، نضيف أيضا المؤثرات الصوتية للحركات، بعض الحركات يعني عند الحاجة بطبيعة الحال. أيضا هناك عنصر مهم وهو إبطال فاعلية التنقل بالماوس، يعني حتى نترك المجال للتنقل عبر الزرار المبرمجة على الشريحة، يعني كل شيء يتم عبر الضغط على الزرار التي تم إدماجها. بعد ذلك نعرض الشريحة لملاحظة، يعني كمعاينة أولية لما قمنا بإنتاجه. يمكن بعد ذلك تكرار الشريحة يعني حسب المشاهد أو سيناريو اللعبة، وكذلك بطبيعة الحال تغيير ما يجب تغييره يعني في الشرائح الأخرى. هذه كمقدمة. أما عن نشاطات اليوم بإذن الله، سنحاول بإذن الله كبداية أن ننتج اللعبة الأولى. اللعبة الأولى وهي عبارة عنوانها اقرأ والعب وتعلم مع حمدون، سوف أقوم بعرضها سريعا. هي عبارة عن تتلخص في جولة يقوم بها حمدون إلى الغابة لجني حروف القلقلة. هذه شريحة ثانية، ثم الشريحة الرئيسية. يعني في الشريحة الرئيسية لدينا شجرة مثمرة ثمارها عبارة عن الحروف، من بين هذه الحروف نطلب من المتعلم جني حروف القلقلة، يعني التعرف عليها ثم جنيها، يعني بالضغط على حروف القلقلة ستنقل حروف القلقلة إلى السلة مباشرة. نأخذ مثال على ذلك. حاول ثانية. لو ضغط على حرف غير حروف القلقلة يكون هناك ملف صوتي، مثلا حاول ثانية أو غير ذلك. أما إذا اختار حرف من حروف القلقلة، عمل رائع، يعني صوت تحفيزي، ثم ينزل الحرف داخل السلة. يعني هذا يعني مجملا هدف هذا النشاط التعليمي. عند نهاية الجني، عندما ينتهي من جني الثمار
أو قطفها يعني، وعند عودته من البيت سيقوم بترتيب حروف القلقلة. هذا فيما يخص النشاط الأول. النشاط الثاني هو أيضا عبارة عن لعبة، لكنها يعني تختلف نوعا ما. هي لعبة سميتها لعبة الذاكرة. لعبة الذاكرة سأريكم جزء فقط. يمكن تقسيم هذه اللعبة إلى مستويات. مثلا في المستوى الأول، مرحبا مرحبا مرحبا، نقوم بإدراج ثلاث بيضات. ربما هنا يعني لن أخبركم على هدف اللعبة، سأطلب منكم يعني إعطائي يعني رأيكم، يعني ما هو الهدف من هذه اللعبة؟ يعني من يجيب إجابة صحيحة سيكون له ملف اللعبة كاملا، ملف الباوربوينت بالصور أيضا. يعني من يريد المشاركة؟ من يريد المشاركة يرفع يده. تعطيه الأستاذة تسنيم، تفتح لها الميكروفون. يعني مجرد تخمين. السؤال هو معرفة الهدف من وراء هذه اللعبة. يعني الآن يعني لم تنتهي اللعبة، هذه بداية اللعبة. الشريحة الأولى دخول البيضات الثلاث. لا، ليس الحركات، يعني نريد تعليم شرح درس معين للمتعلم من خلال هذه اللعبة. يعني وسيحتوي على عنصرين مهمين. هل من مشاركة؟ لا، ليست المدود. سأساعدكم، يعني ليس هو درس في مجال تعليم القرآن. أيضا كل لون يشير إلى نوع من الأفعال، وربما ليس الأفعال. اللون، نعم اللون المطلوب. لا، ليست الأشكال. يعني سنتركها مفاجأة إذا حين البدء، يعني ولكم مني جميعكم الملف دون شرط. من بين الأهداف التعرف على الألوان، التعرف على الألوان وحفظها. ويوجد وراء شيء مختفي وراء الألوان، أو بالأحرى بداخل البيضة، سنراه لاحقا إن شاء الله. نعود الآن إلى بداية. سنقوم أولا بإنتاج اللعبة الأولى، ثم نرجع إلى اللعبة الثانية. بسم الله. إذا نفتح، نقوم بفتح عرض جديد بهذا الشكل. سأصغر فقط العرض الأول. نعم، قلت نقوم بفتح عرض جديد، نيو سلايد، هكذا. ثم نبدأ في تشكيل جميع، نبدأ في تشكيل جميع. هل الصورة واضحة؟ هل تظهر الصورة؟
أظن أن النت ضعيف، لحظة فقط. نعم، إذا نقوم بإدراج، نبدأ بعملية جني أو قطف حروف القلقلة. إذا نقوم بادئا ببدء بتصميم الشرائح. الشريحة الأولى ستكون سوف تحتوي على الخلفيات الآتية، يعني سنقوم بهذه العملية بسرعة. لحظة فقط، سأغلق هذا الملف إنه لا يلزمني. أعيد فتح ملف جديد. نعم، قلت سنقوم بإدراج الآن الأشكال والخلفيات. نصمم الملف الأول على البقاء، سأقوم بتصغيره فقط. نعم، إذا سأفتح ملف اللعبة الأولى وهي لعبة جين الحروف. نقوم بإدراج الخلفيات للشريحة الأولى، سأختار هذه الخلفية الأولى والثانية، وأختار صورة حمدون هكذا. الآن يعني سريعا، يعني لا أريد أن نطيل كثيرا في التنسيقات، سأكبر فقط ثم نضع صورة حمدون. نعم، سأحضرها إلى الأمام، هي في الخلف. نعم، نضعها هنا ثم نكتب عنوان للعبة سريعا، يعني حتى لا نطيل. سندرج هنا مثلا، أقوم بكتابة مثلا جني حروف القلقلة. نعم، جين حروف القلقلة، أغير فقط لون النص حتى يظهر. هكذا، هذه الشريحة الأولى. أفتح شريحة ثانية، الشريحة الثانية سنضع فيها خلفية الغابة. نعم، سأختار خلفية الغابة ثم البيت ثم صورة. نعم، البيت، سأختار أيضا صورة حمدون، ليست هذه، أحتاج هذه والبيت. نعم، ثم insert. الصور في الخلف، بما أني قمت باختيارها في الأخير سأعيد إحضارها إلى الأمام من تبويب فورمات bring forward هكذا، ثم نضعها على الشريحة. سأقوم بتصغير الشريحة قليلا، نضع الخلفية حتى تملأ، ثم نضع البيت من هنا. نعم، وحمدون ذاهب لقطف الثمار. يمكن هنا أيضا إدراج شكل على لكتابة فيه مثلا هيا بنا نذهب لقطف
نعم، سأدرج مثلا شكل السحابة هكذا. ثم نكتب هيا بنا، هيا بنا نجني الحروف. قم بتكبير قليلا الكتابة. نعم، يجب تحديد أولا النص ثم تكبير هكذا. هيا بنا نجني الحروف. نقوم بتكرار نفس الشريحة لأنها تشبه الشريحة الثانية، ثم أكررها للشريحة الرابعة، ثم أعدل ما يجب تعديله. إذا الشريحة الثالثة لا أحتاج إلى صورة البيت، أحتاج صورة حمدون هنا، أحتاج إلى السحابة وسنغير فيها، وأحتاج أيضا إلى شكل، إلى صورة الشجرة نضعها هنا، الشجرة المثمرة، يعني أقوم بتكبير فقط. هل الصورة واضحة تماما؟ هكذا. قلت قمنا بوضع الآن الشجرة، بقي أن نضع الحروف. نقوم بنفس الكيفية بإدراج الحروف. الحروف كنت قد صممت حروف وحفظها على شكل صور. كنا رأينا طريقة حفظ النصوص على شكل صورة. اذهب إلى ملف الحروف. هذه الحروف نقوم بإدراجها. نعم، جميعها هكذا، ثم insert. هي كل الحروف هنا، ثم نوزعها على الشجرة. حرف الدال من بينها بطبيعة الحال توجد حروف القلقلة. ستقوم بوضعها بصفة عشوائية على ثمار الشجرة. بقي حرف الراء نضعه هنا. هذه هي الشريحة الثالثة. الشريحة الرابعة وهي عودة حمدون. هذه هي عودة حمدون إلى البيت. سأقوم فقط هنا، سأقوم بقلب الصورة إلى الجهة اليمنى وكأنه يعود في الاتجاه المغاير، وذلك باستعمال من تبويب فورمات دوران، حركة الدوران إلى الجهة المقابلة. بقي لدينا أن ندرج الحروف هنا. سأقوم بإدراج أيضا الحروف. ليست هذه الحروف، سأقوم بنسخها مباشرة من على الشجرة. حرف الدال، حرف الجيم والباء والقاف وحرف الطاء هكذا، لأضعها هنا على السلة. لا، ليست الشريحة. نعم، يجب تحديد، لا أدري، ربما لم أحضر. نعم، لم أحضر حرف القاف وحرف الطاء بهذا الشكل. سأعيدهم. لا، هو يوجد هنا فوق، لم أرى حرف الطاء، يعني بقي حرف القاف إذن. نعم، حرف، لا، هو في السلة، لا علينا. إذن هنا لا أحتاج إلى هذه السحابة، فقط
احتاج الى ادراج مربعات حتى استعمل حتى ارتب عليها حروف القلقله. ساقوم بادراج المربعات ايضا، يمكن ادراجها كمربع مباشره هنا من تبويب الانسرت ثم شيبس، او فتح ملف الصور. كنت قد احتفظت بصورة مربع منسق مسبقا، أضعه هنا، يعني هو مربع قمت بإعطائه تنسيق معين، يعني ليس الأمر. الآن أقوم بنسخه هكذا حتى أضع كل حرف على مربع معين بهذا الشكل. نعم، أحتاج إلى 2-4، لا أحتاج إلى 5 فقط بهذه الطريقة. نعم، سنعود إلى التنسيق فيما بعد. أترك كل شيء هكذا. الآن نعود إلى الشرائح الأولى. قلنا في الشريحة الأولى أو الشريحة الرئيسية تحمل عنوان، لن نطبق عليها أي حركة. أحتاج فقط إلى إدراج سهم أو دائرة التي سأستعملها كمشغل للتنقل من شريحة إلى أخرى. إذن سأستعمل بهذه الطريقة. تابع، نعم، كن هو شكل على شكل بيضاوي، كتبت عليه تابع فقط. ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟ على هذا الزر نطبق ارتباط تشعبي، كنا رأيناه أيضا في المرة السابقة، يعني لا توجد حركة على هذا الزر، إنما ارتباط تشعبي فقط نجده في تبويب insert ثم action. نفتح التبويب ثم hyperlink to، يعني تشعب أو إلى، ثم نفتح القائمة، يعني إلى أين سيأخذنا هذا الزر. يعني اختيارات كثيرة، هل إلى الشريحة السابقة الموالية إلى آخره، يعني نحن نختار next slide أو الشريحة الموالية مباشرة. سأكبر فقط هذه، نعم. الآن نذهب إلى الشريحة الثانية. الشريحة الثانية إن كانت هناك أسئلة نتركها في آخر هذا الجزء، أحاول أن أجيب عليها. قلت في الشريحة الثانية، في الشريحة الثانية أيضا لم أدرج أي حركة، فقط توجد هنا صورة حمدون وهو ذاهب لقطف الثمار، وبعض العناصر الأخرى، البيت والنص هنا في الأعلى. سأقوم أيضا بنسخ نفس الزر الناقل للشرائح وأضعه على الشريحة الثانية بهذه الطريقة. إلى هنا أظن أن الأمر يسير، يعني لا يوجد أي إشكال. نعود الآن إلى الشريحة الرئيسية، الشريحة الرئيسية التي سنطبق عليها الحركات. سأقوم بتكبير. إذن الشريحة الرئيسية سنطبق الحركات على الحروف، فكل حروف القلقلة سنقوم بتحديدها وتطبيق حركتين عليها. الحركة الأولى سنختار مثلا حركة دائرية، يعني عندما يضغط المتعلم على حرف من حروف القلقلة سيتحرك الحرف، وهي حركة من حركة التوكيد، يعني الحرف باقي على الشريحة. ثم بعد الحركة الأولى سيتنقل الحرف من الشجرة ونضعه في السلة، هذه كحركة ثانية، هذه هي الحركة الثانية. أما أيضا سنقوم بإدراج ملف صوتي
لحروف القلقلة أو عبارات تحفيزية. أما إذا ما اختار حرف آخر سنطبق عليه أيضا حركة فقط، ونقول مثلا ندرج من الصوت أيضا مثلا اختر حرف ثاني أو أعد المحاولة إلى غير ذلك. سنبدأ مباشرة الآن في تطبيق الحركات، يعني قليل من الانتباه فقط، الأمر جد سهل، يعني يجب تتبع فقط المراحل. كما قلت سأقوم أول شيء، سنقوم باختيار كل حروف القلقلة بهذه الطريقة، دال والجيم والباء بهذه الكيفية، ثم نفتح تبويب الحركات animation، ثم نذهب إلى حركات التوكيد. حركات التوكيد قلنا النجوم الصفراء، مثلا سأعطي مثلا حركة دوران بهذا الشكل، ستدور الحركات نعم طبقنا الحركات. إذن الحركة هذه هي الحركة الأولى. سأفتح فقط قائمة الحركات حتى يمكنكم متابعة ماذا يحدث على القائمة. شيء فقط يجب، كما قلت ربما تسرعت قليلا، يجب تسمية العناصر التي سنطبق عليها الحركات. لماذا؟ لأننا سنحتاجها عند إدراج المشغلات أو تريجر. إذن سأعود إلى حروف القلقلة أولا، نفتح تبويب فورمات، ثم قائمة التحديدات. قائمة التحديدات بهذه الكيفية، سأحدد عنصر بعد الآخر. إذن حرف الدال هو الصورة رقم 8، لكن لا أترك الصورة رقم 8، مثلا أسميه دال مباشرة حتى أتعرف عليه فيما بعد. نفس الشيء لحرف الجيم، نعم حرف الباء، نعم سأحاول أن أسرع قليلا، ثم حرف القاف، حرف الطاء، ثم حرف الطاء. نعم، فيما يخص الحروف المتبقية لن أطبق عليها مشغل، أو ربما سأحتاجها، إذن لا علينا، سأعطيها اسم أيضا حتى لا نكرر العملية مرة أخرى. إذن حرف الآن حرف العين بسرعة، بقي السين أدرجناه، حرف الراء نعم، ثم حرف الفاء جيد، لا أدري إن كان هناك حرف الصورة رقم نعم حرف الكاف، يعني كما حرف أول حرف من اسمي نسيته، نعم كاف هكذا. إذن قمنا بتسمية هنا كل الحروف. أعود أغلق قائمة التحديدات وأفتح مجددا قائمة الحركات. إذن تظهر الحركات، حركات التوكيد الصفراء التي كنا طبقناها على الحروف. الآن سنقوم بتطبيق الحركة الثانية، ولكن هذه المرة حرف بعد حرف، لأن الحركة ستنقل الحرف من مكانه إلى السلة. إذن سنحدد الحرف الأول، ثم في تبويب الأنيميشن نقوم بإدراج حركة ثانية، يعني سنقوم بفتح خاصية Add Animation، إدراج حركة ثانية، يعني لا نستعمل هذا العرض من هنا، سنستعمل قلنا Add Animation، يفتح لدينا العرض الثاني، ثم سأقوم باختيار مسار، يعني سأختار المسار ليس مستقيم، بما أن الحروف مبعثرة سأقوم مثلا باستخدام هذا المسار الملتوي، أحدد أضع مؤشر الفأرة على الحرف المحدد،
ثم أقوم بسحبه إلى السلة وأضعه هنا، ثم نضغط مرتين بهذه الكيفية، نفس الطريقة مع Add Animation، أحدد الحرف، إضافة حركة، ثم Custom Path وأسحب، أقوم برسم خط للحرف إلى داخل السلة. الآن حرف الباء أحاول أن لا أسرح حتى يتم استيعاب حرف الباء. القاف الآن، حرف القاف أنيميشن، نعم Add Animation، ثم Custom Path، وأقوم بوضع الحرف داخل السلة. بقي معنا حرف الطاء، أقوم بتحديده، ثم الأنيميشن، نختار الحركة، ثم نرسم المسار. لا، لم يرسم المسار، أعيد لأن السهم ضاع مني. Add Animation، ثم Custom Path، هكذا ونرسم بهذه الكيفية. الآن قمنا بإدراج الحركات الثانية لحروف القلقلة. بقي أن سأصغر فقط القائمة من هنا. الآن بقيت الحروف الأخرى الثانوية، نقوم بتحديدها هكذا، حرف العين وحرف الراء وحرف الكاف، ونطبق عليهم مثلا حركة توكيد أيضا، مثلا هذه الحركة، يعني عند اختيار حركة، عند اختيار حرف من ليس من حروف القلقلة سيكبر قليلا ثم يعود إلى وضعه الطبيعي. الآن يجب الاشتغال على القائمة، يعني الآن سنشتغل على القائمة. قمنا هنا على الشريحة بإدراج الحركات، الآن حركات موجودة كلها على القائمة، يجب ترتيبها. ماذا نعني بالترتيب؟ سأقوم بتصغير فقط هكذا. إذن سأقوم بتصغير فقط النادرة حتى تظهر كل الخصائص. نعم، إذا الحركة الصفراء الأولى لحركة لحروف القلقلة موجودة كلها هنا، خمس حركات كنا طبقناها في الأول، ثم خمس حركات لأخرى وهي حركة المسار. ماذا نفعل الآن؟ المتعلم بطبيعة الحال سيقوم بالضغط على الحرف المناسب حتى يتحرك من مكانه. إذن يجب إدراج مشغلات، المشغلات ندرجها من Animation ثم Trigger. إذن يعني سنختار حرف بعد الآخر، نبدأ مثلا بحرف الجيم، أحدد حرف الجيم، لحظة فقط، لا سأحدد، نعم الشريحة ذهب إلى الخلف، سأحاول إعادة، نعم سنبدأ بحرف القاف ثم أعود لحرف الجيم. قمت بتحديد حرف القاف، إذن سنذهب إلى تبويب الأنيميشن ثم تريجر، ثم نفتح القائمة. متى يتحرك حرف القاف؟ حرف القاف قلنا سيتحرك عند الضغط على ماذا؟ على حرف القاف أو صورة القاف. صورة القاف كنا قد أسميناها بقاف مباشرة، إعادة تسمية العنصر سميناه قاف، إذا نختار قاف هكذا. إذا نلاحظ أن تم إدراج تريجر في القائمة، تريجر قاف، والحركتين
كلتا الحركتين ستشتغلان عند الضغط على حرف القاف. نعيد العملية، نفس العملية، ونحدد تريجر أيضا لحرف الدال. تريجر on click of دال بهذه الطريقة مباشرة وبتلقائية ستنقل الحركتين حركتي الحرف معا تحت عنوان التريجر. نفس الشيء الآن مع حرف الطاء، يعني العملية تبدو في الأول يعني ربما طويلة قليلا، لكن مع التدريب ستتمكنون من إدراج كل الحركات في بعض الدقائق. حرف الباء الآن، نعم عند الضغط على حرف الباء. بقي لدينا حرف الجيم وحرف القاف. نعم بقي حرف الجيم فقط. ما هو إذن تريجر؟ ثم عند الضغط على حرف الجيم. بهذه الكيفية قمنا بإدراج الآن المشغلات. أما فيما يخص الحروف الأخرى مباشرة حركتها أيضا سنقوم بإدراج تريجر، ولكن لكل حرف حركة واحدة. فمثلا حرف السين يتحرك عند الضغط على حرف السين. حرف الفاء بنفس الكيفية، حرف قلنا حرف الفاء، نعم حرف الفاء. ثم حرف العين، ثم تريجر، ثم حرف العين. بقي حرف الراء، تريجر حرف الراء. هل نسيت اسمي؟ نعم حرف الكاف، تريجر. لا لماذا ذهب إلى هنا؟ تريجر on click of حرف الكاف. نعم أغلقت، سأعيد فتح القائمة الآن. الآن قمنا بإدراج التريجرز لكل الحركات بهذه الكيفية. ربما سنعرض هذه الشريحة الآن، سأقوم بعرضها. هذه هي الشريحة، سنقوم الآن بالضغط، سأقوم بالضغط هنا في الشريحة. لا 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 أضغط الآن على الشريحة حتى سأريكم المفعول بعد قليل، إنما سأضغط على الحروف. مؤشر الفأرة يتحول إلى شكل يد عند تحديد حرف معين، بما أننا أدرجنا تريجر، يعني هذه الخاصية عند إدراج تريجر التي تظهر. إذا عند الضغط على حرف العين هناك حركة تكبير الحرف فقط، أما إذا قمت بالضغط على حرف الدال الحركة الأولى دوران، ثم الحركة الثانية هي نزول إلى السلة، لكن الحركة الثانية الدال لم ينزل إلى السلة حتى قمت بالضغط على الماوس، يعني أنا لا أريد أن أضغط على الماوس، أريد أن يتنقل مباشرة. لذلك سأعود إلى الوضع بهذه الطريقة، ثم نفتح تبويب الأنيميشن. نعم ثم نذهب إلى خاصية، نفتح خصائص الحركة. ثم نغير Start on click، لا أريد عند الضغط على الماوس، إنما After previous، يعني بعد الحركة الأولى بهذه الكيفية.
نفس الشيء بالنسبة لي، سأقوم بتحديد باقي الحركات، حرف الباء، الحركات الثانية سأقوم بفتحها هكذا، ثم نفتح هنا effect option، يعني عند الضغط على السهم في الجانب الأيمن نجد قائمة فيها إعدادات إضافية، نفتح effect option ثم نذهب إلى تبويب التايمين ثم start، يعني البداية عند بعد الحركة السابقة after previous. بهذه الكيفية قمنا بإدراج كل حركات متتالية بعد الحركة السابقة. بقي الآن أن أضيف أيضا زر الانتقال، سأقوم بنسخه ووضعه على الشريحة هنا. بقي أيضا إدراج الملفات الصوتية، سأريكم كيفية إدراج الملفات الصوتية، يعني لن ندرج على كل الحروف، مثلا نأخذ حرف من حروف القلقلة، نحدد الحركة في القائمة هنا، ثم نفتح التبويب، قلنا من السهم الموجود في أقصى اليمين، نذهب إلى عنصر تايمينج، أظن الصوت في الصوت في الإفكت، الصوت في الإفكت، إذا هنا يعني يمكن فتحه أيضا من هنا. هنا في أسفل القائمة ساوند نجد قائمة الأصوات التي بإمكاننا إدراجها، يعني نفتح الأصوات من المكتب، نعم لدي مثلا إجابة صحيحة أو أحسنت، مثلا أختار أحسنت. أحسنت هكذا. أحسنت عند الضغط على حرف القاف يشتغل الملف الصوتي الذي يقول أحسنت. سأضيف على حرف السين مثلا، أيضا هو حرف ليس من حروف القلقلة، أضيف له ملف صوتي مثلا، نقول له حاول ثانية، نعم حاول ثانية، حاول ثانية، حاول ثانية. إذن سنحاول، إذن قلنا حرف القاف. أحسن دون الضغط على الفأرة ينتقل مباشرة إلى السلة، وإذا اخترت حرف السين حاول ثانية يقول حاول ثانية. هذا فيما يخص الشريحة الثالثة، ربما أطلنا، نكمل الشريحة الأخيرة ثم نأخذ استراحة قليلة. الشريحة الأخيرة قلنا فيها أيضا حركات على الحروف، نقوم بترتيب هذه الحروف هنا، لذلك نستعمل زر، يعني زر حتى مثلا نرتب الحروف، نستعمله كمشغل لترتيب الحروف. الحروف توجد هنا، سنقوم بتحديدها، سأقوم بتحديدها الثالث الرابع وحرف الدال، لا أدري إن كان قد حدد، لحظة فقط، نعم الباء والدال وحرف الطاء، ثم نذهب إلى الأنيميشن ثم ندرج حركة، ربما حركة مستقيمة هكذا، ثم نعيدها إلى الأعلى. قلنا الحركات نأخذ النهاية ونرفع إلى الأعلى، أقوم برفع الحرف إلى الأعلى، نفس الشيء مع حرف الجيم، أحدد نهاية المسار ثم أضعه هنا مكان الجيم، كل حرف في مكانه، حرف الباء أيضا أخذ نهاية الحركة، نضع حرف الباء هنا، حرف الطاء بهذه الكيفية،
لا، أعيد تحديد الحرف. نعم، لا، أريد تحديد الحرف يعني الخاصية. نعم، يأبى الحرف أن يصعد إلى فوق. نعم، أخيرا صعد، ها هو هنا. بقي حرف الباء. نعم، لا، حرف الباء، حرف الطاء. نعم، أحدد نهاية المسار. السهم الأحمر في الأسفل. لكل حركة حرف الدال، عفوا، هكذا. ها هي الحركات هنا على القائمة، تلاحظونها. لا أحتاج إلى تسميتها لأنني لن أطبق مشغل يعني حرف بحرف، إنما سأطبق مشغل على جميع الحروف. إذا سأقوم بتحديد كل هذه الحركات بهذه الكيفية، نحددها، ثم نقوم بإدراج تريجر، كليك أون، ثم أحتاج إلى معرفة، نعم، أحتاج إلى معرفة اسم، يعني لم أقم بتسمية هذا العنصر، لذلك سأفتح قائمة الفورمات لأرى اسم العنصر. نعم، هو صورة رقم 2، بيكتشر 2. نعم، أعود الآن إلى تريجر، أعيد العملية، ثم أنيميشن، تريجر، كليك أوف، قلنا الصورة رقم 2، نعم، ها هي. يعني لهذا السبب من الأحسن تسمية العناصر حتى لا يختلط الأمر علينا بهذا الشكل. ثم نقوم الحركات after previous بطبيعة الحال حتى تصعد الواحدة تلو الأخرى. نقوم بعرض أولي للشريحة. نعم، رتب الحروف. الحروف مختفية وراء المربعات. نعم، سنقوم بإرجاعها إلى، أو نقوم أقوم بتحديد المربعات وإرجاعها إلى الخلف. يعني العناصر إذا كانت مختفية عنصر وراء عنصر، قلنا ممكن إعادة ترتيب العناصر باستعمال الفورمات، ضع التحديد فورمات، ثم نعم نفتح تبويب الفورمات، ثم ارجع إلى الوراء أو ارجع إلى الأمام. أقوم برجعه إلى الوراء هكذا، سأرى، أشغل، ثم أرى إن كان الحرف سيظهر. لحظة، نعم، رتب، نعم، بقي حرف الجيم وبقية الحروف. أظن لم أحدد المربعات المتبقية، يعني يجب تحديد فقط المربعات ثم إرجاعها إلى الخلف، تظهر بتلقائية الحروف إلى الأمام. هذه هي اللعبة الثانية. يمكن في الأخير إدراج ملف صوتي مثلا، تصفيق، أحسنت، شيء كهذا، يعني الأمر اختياري. الملف الصوتي يمكن إدراجه مثلا عند الانتهاء من ترتيب الصور، يعني نقوم بإدراج ملف صوتي من insert ثم audio، نعم، ثم audio، نضعه خارج الشريحة ونقوم بتشغيله after previous، يعني بعد انتهاء الحركات جميعها. سنعرض اللعبة من البداية، يعني لم نقم بإكمال جل الحركات، هي نفسها، لذلك يعني ضيق الوقت، يعني أخذنا بعض العينات فقط. إذا سأقوم بتشغيل الخاصية التي ذكرتها سابقا، سأقوم بالضغط هنا، لا أضغط على تابع، سأضغط هنا،
تلاحظون أن الشريحة، أن البرنامج نقلني إلى الشريحة الثانية، يعني هذا ما سميته في ترتيب الخطوات بإبطال مفعول الشريحة أو إبطال مفعول الفأرة أو الماوس، يعني لا أريد أن ينقلني إلى أي مكان لو ضغطت خارج الزرار المبرمجة. لذلك ماذا نفعل؟ سنقوم بتحديد الشريحة. كنت ذكرت هذه الخاصية لكن سأعيد ذكرها. نذهب إلى Transition، الانتقالات، نفتح تبويب Transition، ثم ننزح تفعيل On Mouse Click، ننزح هذا التفعيل. أيضا نفتح تبويب Slide Show أو عرض الشرائح، ثم نفتح إعدادات الشرائح Set up Slide Show هنا، ثم نفعل خاصية Loop Until Escape، يعني يبقى العرض مشغل إلى أن نخرج بزر Escape من لوحة المفاتيح. سأعيد تشغيل الآن الشريحة، وأنا أضغط في أي مكان لا أنتقل، لا ينقلني إلى أي مكان إلا عند الضغط على تابع، فينقلني إلى الشريحة الموالية. بهذه الكيفية يمكننا إنتاج أو تصميم لعبة، يعني يجب فقط التركيز على الحركات وأيضا اتباع الخطوات الواحدة تلو الأخرى. لا يوجد مستحيل، لا يوجد شيء صعب، إنما هي مسألة تدريب فقط وفهم أساسيات الحركات فقط، ويمكنكم بعد ذلك إنتاج أو تصميم أي فكرة تخطر لكم على ذهنكم. يعني هذه كلعبة مبسطة، هي ليست معقدة، فقط يعني قمت بإدراج حركتين على نفس العنصر، يعني حتى نقوم باستيعاب أكبر نوع ممكن من الحركات، ربما لأن الدورة ربما وصلنا منتصف الدورة أو تجاوزنا قليلا، لذلك أحاول أن أدرج الكثير من الأمور في نفس اللعبة. وعند إعادة تشغيل الفيديو يمكنكم التدقيق في الشرح وبطبيعة الحال محاولة تطبيقه مباشرة على لعبتكم الخاصة. ربما أطلت عليكم قليلا، نستريح 5 دقائق بإذن الله. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه اللعبة، ونلتقي بعد لحظات إن شاء الله.